السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا دكتور؟ ازيك عمر بيه؟ تمام الحمد لله. تفضل. الحمد لله على السلامه. اتفضل. اهلا. اهلين. عندك تاخير 10 دقايق على اساس يعني ان انا جاي من بلد غير اللي انتوا عايشين فيها يعني. ماشي صح. قهوه مظبوط هنا يا ابني. حنان واخت سامر. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا. سامر وعمر اخيرا اجتمعتوا. انتوا على درايه كامله بالمشكله اللي احنا فيها. انا بنت غلبانه ومسكينه ومنكسره وما اقدرش اقول لبابا لا. اتصرفوا. قوي منكسره قوي. اكيد انت عارف طبعا. طبعا. ممكن بعد اذنك تاخدي المنكسره دي وتقعدي على ترابيزه جنبنا هنا عشان في كلمتين عايزه اقولهم انا وسامي. طبعا. ممكن يا منكسره يا غلبانه تجيبي العصير بتاعك وتيجي ورايا. منكسره غلبانه الاسم انتشر. اتفضلوا. هي يا رجاله الموضوع ما يخصنيش ولا ايه؟ على اساس ايه يعني؟ هنتكلم على حاجه تخص بنت خالتك مثلا؟ اقهر فيا كمان. اقهر فيا كمان. يلا بيت. بيت بيت. بعدين. خدي عصير. انا عايزه العصير بتاع سامي. اوعى. اتفضل. شكرا. اصبرك. سامر. عمر بيه. كان نفسي ان احنا نتقابل من زمان طبعا. وانا كمان والله. بس طبعا بلاش بقى عن الموضوع دي. احنا ان شاء الله نبقى مسايب وهنبقى اخوات كمان. يا رب قول يا رب ان شاء الله. ان شاء الله خير باذن الله. ان شاء الله ربنا هيعمل لنا كل اللي احنا عايزينه. يا رب. طبعا انا مش محتاج اقول لك مبررات بابا لرفضك. بس انا محتاج برضه اسمع ردك في الموضوع ده. يعني انا عارف ان هو متضايق شويه بس انت تعتقد ان علياء اتغيرت او حصل اي حاجه ممكن تكون مقلقه؟ بالعكس انت وجودك في حياتها ايجابي جدا وكلنا واخدين بالنا من ده الا طبعا فيما يخص موضوع لبسها انه اتغير شويه يعني. طيب والموضوع ده مضايقك؟ لا طبعا مش مضايق بس اللي قلق بابا هو اللي ممكن يحصل بعد كده. انت عارف علياء شخصيتها قويه قد ايه؟ ومفيش حد بيعمل حاجه غصب عنه وهو مش مقتنع بيها وبالذات اختك. انا عارف انت هتقولي على علياء عارفها كويس بس برضه ساعات الحب بيخلي البني ادم يعمل حاجات باراده الحب بنفسه مش باقتناعه هو شخصيا. طيب انا برضه ممكن يا عمر اعمل حاجه باراده الحب وانا مش مقتنع بيها بس عشان ابسط علياء وان هي تفضل مبسوطه على طول. والله ده في حد ذاته حاجه تطمني جدا. ان انا بعمل باراده الحب؟ لا انك مقتنع اصلا بفكره الحب. اكيد انا مقتنع بفكره الحب لان الحياه من غير حب ما بتنفعش. بص انا جاي النهارده وناوي اقعد معاك قعده طويله جدا ما امشيش من هنا الا وانا مطمن. بس هو الحقيقه ان انت يعني حد واضح. الحمد لله. وجوايا حاجه مخلياني مضطر اصدقك وما اقلقش منك خالص. مش في موضوع اختي بس، ده كمان في موضوع النسب كله. طب الحمد لله، دي حاجه مشرفه ليا. بس سياده اللواء. سياده اللواء. اهو انتوا كده بتلبسوني في حيطه، بس ماشي. سيبهولي ان شاء الله ربنا يقدرني عليه. يا رب. انت يا بت. بت؟ صوت عالي. لو قلت بت دي تاني هقلعك الرطب. على اساس ايه يعني؟ ما انا قالعها من زمان. هقلعلك من نافوخ يا بنتي. ده اميري ده في الجينات. الله يوريكي. خلاص بقى احنا في وسط الناس. منظري قدامه. هتسيطر ولا مش هتسيطر؟ او قومي يا بنتي، قومي يا ابني مفيش جواز. خلاص خلصنا شطق براق. خلاص شوف. يلا يلا شوف. يلا شوف بعتك في اول محطه. اتصرفت. بس انا مش هعملها عشان خاطرها، هعملها عشان خاطرك انت. ربنا يخليك. ما تقلقوش ان شاء الله اللي انتوا عايزينه هيحصل. يا رب على الله ثم عليك ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. راجع نفسك. يا عمي يا صاحب الجمال ارحمني ده انا ليلي طال. ايوه ادي يا عم يا صاحب الجمال. أيوة. ارحمني ده انا ليلي طال. شفت جمال على قد الحلم. بس يا صاحب الجمال احسن صاحب المال وصل. الله. السلام عليكم يا رجاله. عليكم السلام. منور. الله وبركاته. باسم باشا خطوه عزيزه والخضار رباني. ازيك يا امريكاني؟ اهو زي ما انت شايف عصفور كناريا مستني مفتاح القفص عشان يطير. وانا جبت لك مفتاح القفص يا معلم. الله يبارك لك ويبارك للي بعتك. ازيكم يا رجاله؟
ما يا باشا؟ الحمد لله. نور عمنا. ايه يا معلم، مش هتعد ولا ايه؟ عيب يا باشا، عيب. النعمة لما تتنظر تزول. خليهم دفيانين كده ببركتهم. على كيفك يا معلم. ها تمشي امتى؟ صباح رباح. ماشي يا معلم، مش عايز مني حاجة أنا بقى؟ ببعت قبولاتي للباشا الكبير. توصل قبولاتك يا معلم. السلام عليكم يا رجالة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خد يا هتحط كوبايات كده. حط يا صاحب الجمال وركز في المال. اللهم صل على النبي. ايه ده ايه الجمال ده؟ خد يا سالك يا ابني، مبروكين عليك. وانت هذا تلقى، خد مش خسارة فيك. ابو رملة عمره كبير. خد حقك يا ابني. انا كنت عايز اطلب منك طلب يا كبير. عيني عمر، تعرف ان انا ماليش غير في شغلانه الاكل، وانا بصراحه زهقت بقى وعايز اتوب. مفيش احسن من التوبه يا ابني. ما التوبه دي محتاجه فلوس كتير. عايز ادلدل تاني يا كبير. ايه ليه؟ هو مال سايب ولما جيت قدهم كمان؟ العيال دول يعملوا معايا ايه؟ العيال دول يا كبير اي واحد فيهم يقدر يبدا مشروع صغير ولا اي شغلانه كده، انما واحد زيي عنده 3 اعدام واتنين مؤبد، عشان اخرج من هنا لازم ادفع فلوس كتير قوي، ودول مش هيكفوا. فلوس ايه؟ ما انت عايش في كنف الله وقاعد واكل شارب نايم. انت اللي عاوز تتوب، احنا مالنا؟ ده فاتورتك وانت اللي لازم تدفعها، وانا مالي يا اخي؟ نفسي انضب بقى واخرج زي بقيه الناس واخش سينما. نفسي اروح اقف عند محل عصير وانا بشرب العصير مش خايف من عين اللي قدامي اللي يطلع مغبر. نفسي انضف يا اخي، نفسي انضف يا امريكاني. امريكاني؟ انت بتقول امريكاني حاف كده؟ ايه اللي صابك يا ابو رمله؟ انت اتسرعت لما شفت الارشينات ولا ايه؟ انا لا اتسرعت ولا حاجه. تعرف يا ابو رمله لما بتسرع بيبقى ليه كلام تاني يا امريكاني. خليك قلبك يا ابو رمله. خليك مكانك يا سالم. لما مؤاخذه رجاله، انا لسه اخدكم الحضن قبل ما امشي، بس اديكم شايفين بقى الظروف عامله ازاي. يا ابني الكال، صباح الشريف يا باشا. اهلا، صباح الفل. ازيك؟ تمام يا باشا. عامل ايه؟ عايزين يا باشا نتكلم كلمتين كده بخصوص علياء. علياء؟ ما احنا اتكلمنا يا ابني في الموضوع ده قبل كده يا باشا. مش سعادتك قلت لي قابله واقعد معاه واتكلم؟ وقابلته؟ حصل يا باشا، قابلته. واضح انه كان دماغك. لا ما لحقش. ابوك كلامه ينزلش الارض. لا يا باشا، انا قصدي ما لحقش، لاني ارتحت له اول ما شفته، اطمنت له على طول كده من غير ما يبذل اي مجهود. يبقى كان دماغك يا حضره الضابط بجد بقى. بابا؟ نعم. عايز ايه من بابا؟ حضرتك عندك اي شك ان مستقبل علياء يهمني اكتر من مستقبلنا شخصيا؟ لا طبعا يا ابني. السؤال الاهم بقى، لو فرضنا يعني انه حصل مشاكل ما بين علياء وسامر حتى وهي مراته، تفتكر ساعتها انا هرميها كده؟ هبيع القضيه واقول لها انت اللي اخترتي؟ اشربي بقى. بتتكلم في ايه؟ ده انا قطع وتقطيع. انت بتتكلم في ايه هذا؟ حتى يا باشا لو مزاجك مش جايبك تقطع وتقطيع، اشر بس كده وقول لي هو ده. اقطعهولك انا يا باشا؟ لا 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 لا، صحصح الكلام معايا، مش فاهم انا معنى كلامك ايه. هقطع انا هقطع بابا. نعم. عشان خاطر يا باشا ما تكسرش بخاطر عليا، راجل كويس ومؤدب ومحترم ومتدين ومتعلم كويس وابن ناس وظروفه زي الفل. سيبها يا باشا، سيبها تعيش التجربه. بص يا ابني، مفيش اب في الدنيا يتمنى تعاسه ولاده ابدا. عارف عارف يا باشا والله، وعارف ان انت رافضه عشان خايف عليها وقلقان، بس صدقني سيبها تكمل للاخر، وفي الاخر انت اللي هتيجي تقول لي انت صح، مش هتندم يا باشا. بس اما نشوف بس كده الظروف هتمشي. تمام يا باشا. تقدر تقابله امتى بقى عشان اقول له يجي يقعد مع حضرتك؟
يا باشا خليك معايا، سيبك من الموبايل وخليك معايا. خلاص كمان يوم كده ولا يومين؟ يوم الجمعة الساعة 8. كويس يا باشا، ماشي. ربنا يخليك لينا يا باشا، والله العظيم ربنا يخليك لينا وللغلابة يا باشا. ركب بيز الهوب حبيبي يا باشا. حبيبي علي بس سعادتك يا بني. ربنا يخليك علي بس سعادتك. سلام. ربنا يخليكوا ليا يا ابني، ما يحرمنيش منكم. بس عطلني عن تقطيع الزمن. يلا الباشمهندسة عليا فين؟ الله، هي الدكانة دي ملهاش صاحب ولا ايه؟ ايه يا الحاج في ايه؟ ده مكانك العيش مش كده يا وكالة؟ خلاصي قولي لي عندك ايه يوم الجمعة الساعة 8؟ ليه؟ عندك ايه يوم الجمعة الساعة 8؟ مش فاضية. مش فاضية؟ اه يا خسارة. ايه؟ يلا معلش بقى، اشوف معاد تاني مع الباشا عشان يبقى يقعد مع اللي اسمه سامر بتاعك. عمر باشا مفيش نصيب. عمر باشا مفيش نصيب. عمر باشا انت قلت لي كده؟ الباشا؟ ايوه الباشا هيقعد مع سامر. ايوه هيقعد مع سامر. تسلك بابا بدل ما تقولي لي شكرا يا عمر بيه. بيع لنفسك يا كابتن. في ايه؟ جرايه يا بت. ما تقولش بت. خليك انت كده كل شويه توقع حاجتك في الارض. ماشي جيب لي غير. بقابليني. استنى. الو. اهلا يا عمر، ازيك انت؟ اخبارك ايه؟ تمام. طب الحمد لله الحمد لله. شفت الحاجات اللي على الفلاش ميموري اللي اديتها لك؟ اه طبعا. ما تنساش يا عمر، النهارده من 7 لـ 9 عند المنطقه اتش، وخد بالك الناس دول مسلحين جامد جدا، فخد بالك من فضلك. اه عشان البضاعه كلها كوك. انت فين دلوقتي؟ في ريزورت. واخبار دره ايه؟ دره عندك في مصر عند جدتها. ربنا يخليها لك يا ده. متشكر يا عمر. لحظه يا عمر، ياسمين ممكن تسبقوني على المكتب؟ ايوه يا عمر. ايوه انا. انا عايز اقولك ان انا بعمل حاجات كتير قوي اليومين دول عشان اخرج من اللي انا غرقان فيه طول عمري. نفسي اخرج باقل الخسائر، وعلى فكره اقل الخسائر دي مش معناها فلوس، لان ملايين الدنيا كلها ما تخلينيش اقعد لحظه من غير بنتي. بس كل الاحتمالات وارده، انت عارف انا بشتغل مع مين في السلاح والمخدرات. فلو حصل اسوأ الاحتمالات من فضلك عايز اطلب منك طلب. مش طلب يعني، ممكن تعتبره رجاء. خير؟ لو سمحت يا عمر، لو حصل لي حاجه خد بالك من دره وغاده. طبعا مش هتبقى مسؤول عنهم ماديا، لان انا سايب لهم اللي مأمنهم وزياده. بس انت عارف حد في سن دره معاه فلوس ممكن يبقى مستقبله عامل ازاي. من فضلك خد بالك منهم يا عمر. حاضر حاضر يا دكتور، ما تقلقش. توعدني يا عمر؟ ماشي ان شاء الله. خلي بالك على نفسك على قد ما تقدر. بحاول والله يا عمر على قد ما اقدر. ربنا يسهل ان شاء الله. طب من فضلك ما تنساش من 7 لـ 9 عند النقطة اتش. اوكي يلا. اوكي يا عمر. ماشي، خد بالك من نفسك. يلا مع السلامة. مع السلامة. بقول لك ايه؟